مشاهدينا السلام عليكم وأهلا بكم في هذا العدد الجديد من كل الأخبار. في أولى مواضيعنا لنهار اليوم سنتحدث عن ما جاء في افتتاحية مجلة الجيش في عددها الأخير. تحدثت إذن المجلة عن دور الدبلوماسية الجزائرية الفاعلة إقليميا ودوليا وأيضا عن دور الجيش الجزائري. تقول مجلة الجيش إن القارة الإفريقية ولا سيما دول الساحل تواجه تحديات معقدة ومتشابكة. تقول بؤر التوتر والأزمات باتت تشكل إذن عقبة حقيقية. تقول المجلة أمام التنمية والتطور لكل بلدان المنطقة الإفريقية. تضيف افتتاحية المجلة في عددها الأخير إن الجزائر تواصل مساعيها الحثيثة من أجل توحيد جهود القارة الإفريقية لا سيما دول الساحل الإفريقي. تشير كذلك إلى الحلول العسكرية التي يؤكد الموقف الجزائري والمقاربة الجزائرية والقناعة الجزائرية أن التجارب قد أثبتت بأن مآلاتها خطيرة جدا ولن تزيد الأمور إلا تعكيرا وتعقيدا. تقول مجلة الجيش تقول إن المواقف الثابتة في صلب العقيدة الجزائرية وتنبثق من مبادئها الراسخة التي لطالما رافعت ودافعت عنها الجزائر. الجزائر التي تعد فاعلا لا مناص منه على المستويين الإقليمي والدولي في استتباب الأمن والاستقرار. تقول إن مواقف الجزائر تلقى الاحترام من الجميع وجعلت من بلادنا شريكا إقليميا ودوليا فعالا وموثوقا. تؤكد مجلة الجيش تقول إن الجزائر قد عبرت عن مساندتها الكاملة لمسار السلام في دولة مالي وإنها قد حثت كذلك الأطراف الليبية على ضرورة الانخراط في المسار السلمي لحل الأزمة دون أي تدخل أجنبي. أيضا تؤكد المجلة أن الجزائر أكدت على ضرورة انتهاج الحلول السلمية والتفاوضية محذرة من مغبة الحل العسكري في النيجر كذلك. في الأخير تقول مجلة الجيش إن الجزائر قد دعت لإعطاء الأولوية القصوى للخيار السياسي التفاوضي لحل الأزمة الدستورية الحالية التي تشهدها النيجر. وتضيف المجلة إن جيشنا الوطني الشعبي تعمل قيادته العليا دون هوادة على بلوغه أعلى درجات القوة والجاهزية وإن قواتنا المسلحة تبقى دوما عاقدة العزم على العمل بحزم لردع وإحباط أي محاولة لتهديد أمن الوطن وسكينة المواطن الجزائري. للحديث أكثر مشاهدين حول هذا الموضوع دعونا نربط الاتصال بالأستاذ بن عمر بن جانة الخبير الأمني يلتحق بنا عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ، أهلا بك. مساء الخير سيدتي الفاضلة، أهلا بك. بداية ما هو السياق الذي تأتي فيه مجلة الجيش أو افتتاحية مجلة الجيش هذه المرة؟ هي تطرقت للعديد من المواضيع التي تلعب فيها أو الملفات التي تلعب فيها الجزائر دورا هاما تتعلق بأمن المنطقة الإفريقية ومنطقة الساحل على وجه خاص. أستاذ بن عمر بن جانة. نعم أختي الكريمة، أنت ذكرت تقريبا يعني وأن هذا السياق منبعه هي الأحوال التي تعرفها المنطقة والتي تعرفها الحدود الجزائرية من غربها إلى شرقها، كلها ملتهبة بعدم استقرار وبتقريبا كذلك مناوشات وحروب أهلية داخلية وتدخل خارجي على كل هذه الحدود انطلاقا من الشرق إلى الحدود الغربية، وهي يعني تدخلات تجعل من المنطقة على فوهة بركان، يعني قد تنفجر في أي لحظة وقد انفجرت في النيجر. وكذلك حاليا نجد أن هنالك اقتتال وتضارب في مالي إلى غير ذلك، وبالتالي كل الحدود الجزائرية هي حدود ملتهبة ببؤر توتر خطيرة ومسلحة ويعني يعمها الاقتتال للأسف، اقتتال يعني داخلي واقتتال كذلك حتى وجود تدخلات خارجية
تحاول أن تبسط سيطرتها أو تعود إلى المنطقة وبسط سيطرتها واستعمارها لدول بعينها. نعم. طيب أستاذ بن عمر بن جانة، مجلة الجيش في هذا السياق أشارت إلى 3 دول إفريقية، دول جوار تشهد أوضاعا متأزمة، يعني ربما وإن كان الأمر نسبي من دولة إلى أخرى، تحدثت عن ليبيا، تحدثت عن مالي، وتحدثت عن النيجر. طبعا الأزمة في النيجر معروفة، أزمة مالي كذلك، أنه الأوضاع عادت، لو نلاحظ أستاذ بن عمر بن جانة، عادت لتتأزم بعد أن كانت قد بدأت الأوضاع تتحسن في مالي، هناك عودة إلى الوراء نوعا ما كما وصفها المتابعون. وكذلك أيضا أشارت إلى الأزمة الليبية وضرورة المضي في مسار السلم والمصالحة الوطنية الليبية. ما هي الرسالة التي تريد أن توجهها الجزائر بالحديث عن هذه الدول الثلاث، خاصة وأن مقاربتها واضحة وواحدة فيما يتعلق بضرورة انتهاج الحل السلمي في هذه الدول؟ نعم أختي الكريمة، نحن نعلم جيدا وانا يعني حاليا هنالك يعني وجود دول خارجية أو قوى خارجية تحاول أن تتمركز في هذه الدول، وهو ما يجعل يعني ردود الفعل قوية وردود الفعل تفتعل أزمات في هذه المنطقة. فانطلاقا من ليبيا التي يعني لم تستعرض إلى حد الآن استقرار، طال يعني عدم الاستقرار فيها، وكذلك تدخل قوى خارجية في هذه المنطقة تحاول أن تجد لها مكانة أو تجد لها نفوذ في هذه المنطقة، وهو ما يجعل أن هنالك تناحر واقتتال بين أو يعني محاولة عدم استقرار من أجل إبعاد هذه الدول ويعني إدخال دول أخرى يعني السيطرة في ليبيا. كذلك في مالي هي نفس السيناريو نجده يتكرر في مالي. وحاليا المشكلة العويصة التي تعرفها المنطقة هي النيجر، التي عرفت بطبيعة الحال تغيير أو محاولة تغيير نظام ساد طويلا ويعني ارتمى في حضن قوى خارجية لمدة طويلة مع إهدار ممتلكاته وممتلكات الشعب. فبطبيعة الحال القوى التي أصبحت أو تحاول أن تتمسك بزمام الأمر في هذه المنطقة أصبحت لها يعني اصطدام مع القوى الخارجية التي كانت تتحكم والتي كانت تسيطر على خيرات هذا البلد. فسيدتي الفاضلة، كل هذه البلدان التي ذكرتها كل الأسباب أو أسباب عدم استقرارها وعدم يعني الرجوع إلى عدم الاستقرار فيها منبعه القوى الخارجية التي تحاول أن تعود إلى المنطقة بكافة الأشكال، حتى يعني للأسف حتى بأشكال أنها تتقاتل فيما بينها وتستعمل هذه الشعوب يعني دروع بشرية تتقاتل في 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 هذه المناطق. هذه الجهات الخارجية، نعم. هل هذه الجهات الخارجية أستاذ بن عمر بن جانة التي تسعى لاستعمال كل الوسائل من أجل جعل المنطقة تشتعل وشعوب المنطقة يعني تكون هناك حرب ربما فيما بينها، خاصة لو تم تنفيذ التدخل العسكري الذي كان يلوح به سابقا في النيجر؟ هل هناك محاولة أيضا من أجل إفشال كذلك المقاربة الجزائرية والمساعي الجزائرية من قبل هذه الجهات التي من صالحها أن تبقى المنطقة مشتعلة؟ لو نقرأ في مجلة الجيش تقول بأنه الجزائر تواصل مساعيها الحثيثة من أجل توحيد جهود القارة الإفريقية، تقول كذلك إن الجزائر تعد فاعلا لا مناص منه على المستويين الإقليمي والدولي في استتباب الأمن والاستقرار. هل تدرك هذه الدول بأن الدور الجزائري فعال وبإمكانه أن يحلحل الأزمات في هذه الدول الثلاث ومنطقة الساحل، وبالتالي هناك محاولة لعرقلة الجهود الجزائرية؟
نعم أختي الكريمة، الجزائر دولة محورية في هذه المنطقة، ولها قوة ولها يعني كلمة قوية جدا مع شعوب هذه المنطقة، فبالتالي يعني وجود الجزائر والوساطة الجزائرية والضغوط التي تفرضها الجزائر على بعض في هذه المنطقة تجعل يعني من هؤلاء الذين يحاولون الدخول إلى هذه المنطقة بالقوة بطبيعة الحال يعني يتربصون بكل الوسائل. فبالجزائر بطبيعة الحال فيما يخص النيجر هي حاليا تحاول بكل ما تستطيع أن تفرض حلولا وسطية بين الشعب النيجري يعني المتمردين أو الجيش الذي قام بالانقلاب في هذه المنطقة. فبالتالي الجزائر يعني لها كلمة ولها يعني لو استطاعت هذه الدول الأجنبية يعني ذهاب وراء ما تذهب إليه الجزائر لا أصبحت يعني تقريبا فعلت فعلها وتمكنت من هذه الدول واستقرت فيها كما كانت مستقرة لعدة سنوات. فبالتالي وجود الجزائر والمواقف الجزائرية خاصة في الحدود التي يرابط عليها الجيش الوطني الشعبي بكل قواه وفي منطقة يعني طويلة جدا يعني حوالي 1000 كيلومتر حدود بين الجزائر والنيجر هي حاليا محروسة للدرك الوطني ويسنده الجيش الوطني الشعبي حتى لا تمر ولا أي يعني أي محاولة لاختراق الحدود الجزائرية. فبالتالي الوجود الجزائري وجود القوة الجزائرية في هذه المنطقة فرض نوعا من الثقل وفرض نوعا من يعني البحث عن حلول سياسية بين يعني الرئيس المخلوع والقوى الأخرى التي ترفض الوجود الفرنسي وترفض الهيمنة الفرنسية وترفض السيطرة الفرنسية على هذه المنطقة. الدول الأخرى كذلك يعني لها نفس تقريبا نفس الشبه أو نفس يعني السيناريو الذي يقع في النيجر نجده في المناطق الأخرى لكن بصور وب يعني بأشكال مختلفة خاصة الأشكال الجيوستراتيجية وتواجد قوى وتمركز قوى في هذه المناطق في هذه الدول وبسط سيطرتها خاصة في ليبيا وحتى كذلك في مالي. هذه الدول تحاول أن تفرض سيطرتها وتفرض وجودها وهنالك اقتتال وتناحر بين هذه القوى والقوى الأخرى المتواجدة والتي تبحث عن مكانة لها في يعني في السيطرة وفي التمركز في هذه المنطقة. فبالتالي تبقى كل هذا الشريط الحدودي الواسع جدا والكبير جدا والذي يعني يتميز بالطبيعة الصحراوية المفتوحة التي تمكن لها يعني الاختراق هذه الحدود سهل جدا خاصة وأن ليست هنالك موانع طبيعية التي قد تعرقل الاختراق. فهي هذه حدود مفتوحة صحراوية يعني يمكن اختراقها وخاصة على شساعتها وعن وطولها الذي يعني نستطيع أن نقيسه بآلاف الكيلومترات يعني لا ليس يعني مئات وإنما بآلاف الكيلومترات خاصة بين الجزائر والنيجر ومالي وليبيا إلى غير ذلك. فهي حدود طويلة جدا وشاسعة ومعظمها إذا ما لم أقل إن كلها تقريبا منطقة صحراوية مفتوحة ليست هنالك يعني عقبات وليست هنالك تضاريس التي تمنع التحرك في هذه المنطقة. فالحركة بسيطة جدا والحركة سهلة مما يجعل من أولا يعني الهروب للمجتمعات إلى الداخل الجزائري حيث الاستقرار وكذلك اغتنام هذه المجموعات التي تحاول أن تلجأ إلى الجزائر اختراقها من مجموعات إرهابية خبيثة قد تحاول اختراق هذه حدودنا والعودة إلى الجزائر لشن هجماتها كالمعتاد. فبالتالي يعني صعب جدا أن تقوم الجزائر لها ثقل
كبير جدا، وعلى الثقل هذا يعود على القوات المسلحة الجزائرية بأشكالها المختلفة على يعني سد ومنع كل هذه التحركات في هذه الحدود الشاسعة والطويلة والصحراوية خاصة المفتوحة التي ليست هنالك يعني عقبات سهلة التحرك سهلة المرور إلى غير ذلك. فبالتالي من الصعب يعني حاليا الجيش الوطني الشعبي والقوات الأمنية يعني تقوم بمجهودات جبارة يعني سد هذه الثغرات ولسد هذه الحدود ولمنع اختراق حدودنا وتأمين الوطن الجزائر بكل ما تستطيع من قوة، وهي لحد الآن والحمد لله يعني قادرة وواقفة ومتمكنة من تنفيذ مهامها بكل احترافية وبكل يعني بنجاعة كبيرة جدا. إذا ما جزيلا لك يعني نظرنا إلى طبيعة الأرض وإلى المسافة الكبيرة التي يعني تعد بآلاف الكيلومترات. نعم أختي الكريمة، شكرا جزيلا لك أستاذ بن عمرو بنجان الخبير الأمني، كنت معنا عبر الهاتف، نشكرك.